اخر راكب على الخليل. يلا 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 خلينا نتحرك ورا ورا، هذه فل السياره ورا. يلا يا عبد الشباب يلا اطلع ونازل على الطريق. يلا أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين عبر الأثير لهذا اليوم. معنا في الهندسة الإذاعية الزميل إيفان أندوني، ويحدثكم عبر الميكروفون محمد أبو صبيح. وفي خبر لهذا اليوم، الاحتلال يقمع مسيرة ضد الاستيطان في الخليل. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على متضامنين، وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم عقل مسؤول ملف الاستيطان في جنوب الضفة الغربية. صباح الخير أستاذ إبراهيم. صباح الخير إليك ولجميع السادة المستمعين. صباح الخير. هل لك أستاذ إبراهيم أن تطلعنا أو تضعنا في صورة الوضع وتنقل لنا بعض الأحداث التي جرت في مسيرة يوم أمس؟ نعم، بالأمس خرجنا في المسيرة التقليدية ضد الجدار وضد الاستيطان، هذا السرطان الذي بدأ باستنزاف أراضينا واقتلاع الأشجار، وقمنا كالمعتاد بمسيرة سلمية شارك بها العشر. أي والله لو طلعنا ألف مسيرة ما راح نغير شيء. أنا عارف يا علي، خليها على الله. يا زلمة أنا شرطي وبعرف كل شيء. هدول اللي بسموا حالهم متطوعين أجانب فكرك بيجوا عشان سواد عيوننا، هدول نصهم مخابرات إسرائيلية. تعرف قبل فترة طلعت معي صبية أجنبية شكرا، بس شو يا علي، الله هيك بيخلق جمال. حبيت أدردش معها، بقولها من وين أنت؟ قال من السويد. بقولها ولو من السويد وجاي عنا؟ قال آه بدي أروح على بالعين. بالعين يا بنت الحلال، أنت عارفة شو فيها بالعين؟ قال طبعا، ماني جاي خصوصي، بدي أتضامن ضد مصادرة الأراضي. هذه آخرتها، بنت تيجي من السويد عشان تتضامن معنا. هي أنا والله بنتي ما بخليها تطلع من باب الدار. عرض هذا يا زلمة، هي مسحة؟ ألو، سلام يا خفري، سفيان معك. خزرت من المحسوم يا حبيبي، شو عملت لي في التصريح؟ يا حبيبي يا شلم مغنيت، والله ما عم مغلطة. لا 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 ماشي، مخار مخار، بكرة بكرة. سلام. مستمرين معكم ومع أخبار الصباح لهذا اليوم. أيضا إصابة 8 فلسطينيين إثر انهيار نفق بين قطاع غزة ومصر، حيث أعلن مصدر طبي فلسطيني أمس إصابة 8 عمال فلسطينيين، وذلك جراء انهيار نفق على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر. ونقلت صحيفة القدس الفلسطينية عن المصدر أن العمال جرى انتشالهم أسفل نفق تعرض للانهيار في ما قلنا غير ربنا. الله يفرجها. ما هو لو توحدوا المسلمين واشتغلنا على دولة إسلامية على منهاج النبوة كان حالنا أحسن من هيك بكتير. صدقوني يا إخوان، ما في إلنا حل إلا بإقامة دولة الخلافة الإسلامية بخليفة يقيم شرع الله في الأرض. وإذا الخليفة ما نزلش؟ استغفر ربك يا رجل، هذا مش كلامي، كلام الإسلام. وإنت مسلم، والله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب إذا أولي الأمر منا مش موجودين، شو الحل؟ شو بتتوقع مني أنا أسوي مثلا؟ أروح أفجر حالي في تل أبيب؟ ها يا أخي، ما حدا طلب منك تفجر حالك، بس مش معناه أنك تضلك نايم تستنى نزول الخليفة.
أوروبا مثلاً عاشت أسوأ عصور الظلمة لإلها لما كانت الكنيسة تتحكم فيها، وإحنا بكفيناش 400 سنة من التخلف والجهل تحت الحكم العثماني؟ واحد الله يا زلمة أنت التاني، يعني فكرك السلطة أصلح من الحكم العثماني؟ مش ضروري تقارن سيء بأسوأ. واحد الله يا جماعة، معانا شرطي والله بوديكوا في 60 داهية. يا سيدي اللي خايفين عليه هينا قاعدين عليه. عبال مين يلي بترقص بالعتمة؟ بس بدك الصحيح، احنا مشكلتنا انه كثير ابتعدنا عن الدين. الله ينور عليك يا اخوان، كل مسلم لازم يكون حلمه والهدف الأول والأخير له هو إقامة دولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، وبإذن الله تعالى راح يتحقق هالحلم. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق، وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود. ربك لما يريد قلبي العاصي يسلم وعيوننا حتتحقق. انتوا بدكوا دولة اسلامية، والمسيحية بدهم دولة مسيحية، واليهود بدهم دولة يهودية، وكل واحد بيحكي عن حاله الصح. لا 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 لا، استغفر الله العظيم، اتقي ربك يا رجل. عيب عليك، اسح حالك يا جماعة. تفهمونيش غلط، شايفين؟ شايفين بعدنا عن الدين لوين بوصلنا؟ يا جماعة يا جماعة، يعني مش قصده، عادي كب القهوة، أكيد مش قصده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. بس استغفر الله العظيم وأتوب إليه. خلاص بكفي، نزلني هون. وين بدك تنزل؟ لسه ما وصلنا. ولا عمركم راح توصلوا.